تعديلات عليها زي ما انت عايز. بالنسبة للفيلا ديت، هي من زمن العثمانيين، فلما دخلتها وبصور فيها حاسس بريحة عبق التاريخ جواها. تاني حاجة ان الارض بتاعتها 830 متر. زي ما احنا كده شايفين المدخل اهو، من تحت تطلعوا المبنى الاولاني جنبيه الارض الكبيرة، ممكن تعملوا فيه حمام سباحة، جراج، اي حاجة انتوا عايزين براحتكم خالص. اما الفيلا الاثرية التاريخية اللي هي اللي فوق ديت، انها ما تنفعش انها تتهد لانها اثر تاريخي. ففي الحالة ديت انك انت تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز، لكن ما تهدش البناء لانها من الاثر العثماني. بالنسبة للفيلا ديت، هي عبارة عن 3 طوابق، 8 غرف، وصالتين، و3 حمامات. السلام عليكم. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، احنا في فيلا تاريخية من ايام الدولة العثمانية، بتبص على البوسفور، وانا هنا دلوقتي شامم بعبق التاريخ. بالنسبة للفيلا التاريخية دي، احنا في اسطنبول، في اسكودار، في تشينتالكوي، مساحتها 830 متر. طبعا تقدروا تعملوا حمام سباحة، جراج، تزرعوا اساسا هنا في فواكه كتيرة بسم الله ما شاء الله، يعني تقدروا تعملوا زي ما انتوا عايزين في المكان الجميل ده. وورايا دي فيلا تاريخية على ايام العثمانيين اللي بتبص على البوسفور، يعني بما انها اثر تاريخي ما تقدرش تهده، لكن تقدر تعدل فيه، مفيش مشكلة. الميزة الجميلة اللي هنا، بما ان اللي احنا في اسطنبول وفي المركز وتبص على البوسفور، بس في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله طبيعة كاملة، صوت العصافير، حتى الفراشات، الهواء الجميل الطبيعي المليء بالسعادة. وبالنسبة للسعر، الفيلا ديت يا جماعة 9,500,000 دولار، ولما حضرتك تيجي وتعجبك بتقعد مع المالك مباشرة وبتفاصل معاه منك ليه، وانا وشريكي التركي واجبنا ان احنا هنكون ايه، هنترجم بينك وبينه، ولو حصل نصيب هنكون ان شاء الله في كل خطوة لغاية ما تاخد الطابو بكل بساطة. تحياتي علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامة. ده يا جماعة اللي هو البوسفور، لما كنت بصور من الفيلا كان دخل فيه، كان الكوبري اهو وانا بصور من الفيلا كان دخل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين انا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول، والحمد لله وشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارح على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة استاذ علي، ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة،
وشريك المحترم، وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطاقة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك، والله أنا مبسوط أني شفت الطاقة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين، صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار، والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة. الحمد لله اللي شفناه ولمسناه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي جناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي الكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احب اتكلم عن تجربتي الشخصية مع استاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. واستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشره، وشقه جدا نظيفه والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعامله وما تركني الى انتهى الطابو. واحب انه انصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طابو نظيف واستلام نظيف ومعامله نظيفه يتواصلون مع استاذ علي جمال، وشكرا. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المال، يبحث عن أهم شيء، يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي، راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الفرن أسعاره جيدة. والله يوفقه. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد، أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، كان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة بصراحة. أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني،
أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار، فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعة، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي. وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو، ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نكولي، كويس؟ بناخد النسبة المعروف عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.